يمكن أسهل مرة بالتاريخ بنختار فيها أجمل هدف بالمرحلة. أنا بصراحة أرى يعني لما بيختاروا هدف بوشكاش الأجمل في العالم مفترض يكون هذا الهدف. عمار مصطفى هدف جميل جدا، مش أنت بالعادة الهدف الكعب بتحطه بيكون سهل لأنه بتكون ظهرك ما في حدا وبتحطه، بس هيدي تسديدة بالكعب مصطفى، يعني إذا بشوف الكرة ضربت في الأرض وطلعت في العالي يعني ما قدر حتى الحارس يشوفها، يعني بطريقة غريبة. لو أنت وشك بالجول بدك تقدر تسددها بهالتسديدة ما بتجي، معك هيك. ممتع جدا تاليسكا. تتفق عزيزي عبد الله أبو عبد الله؟ أكيد 100%. ليه تتفق؟ يعني اختلف. لا طيب لا 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 يعني هدف نصراوي، لأنه لا هدف نصراوي كيف تتفق؟ بيعز عليك الموضوع. شوف تلسكا يعني شوف الهدف لا بيعز عليك ولا لا؟ لا بقول لك أنا يكون أحلى هدف هلالي بس مش نصراوي. خلينا بقول لك إياها، جاوبني يا أخي. طيب جاوبني، خدني على عاد. جاوبني، بيعز عليك ولا لا؟ لا ما يعني تلسكا، أنا قلت لك إضافة للدوري السعودي. ما عم نحكي على تلسكا، عم نحكي على النصر اللي انت هلا. طيب ترك تشجيع واتجاهات هلا اذا فاز النصر بترجع بتشجعه اذا اخذ بطل دوري؟ لا لا جاوبني، بترجع بتشجعه ولا لا؟ شوف العين هلا نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ العين نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ نعم ام لا؟ بس جاوبني، نعم ام لا؟ نسي السؤال. اذا فاز النصر بطل دوري حترجع تشجعه؟ نعم لا. أشجع الخليج أنا، أشجع النصر ولا نكر نكر هلالي. طيب وكرم بس دقيقة، أنا صراحة أشيد بالعين الأولى التي أرادت أن تجلب تلسكا إلى الأندية السعودية. طيب عاد شوف مين هي العين الأولى. طيب ماشي الحال. مين؟ بيجي قصده يمكن هلالي لو عاد ما أدري. روح لفاصل إعلان بعد.